دكتور غادة ان الحقن دي لما بتتاخد بتبقى مفيدة جدا للقلب. لا انا عندي بس نقطه، نبقى عارفين هي الابحاث بتتعمل ازاي. الاول بيطلع انديكيشن، يعني سبب ان انا اخد الدواء الفلاني. مريض القلب هو اي مريض سكر هو مريض قلب في المستقبل، يعني عوامل الخطوره عاليه جدا. اي مريض قلب لما تيجي تشوفي السيناريو بتاعه هتلاقي عنده سكر وعنده سمنه، دي متلازمه مع كل الناس. فبالتاكيد اي دواء هيقلل لي السكر وهيقلل لي السمنه السمنة ده هيفيد هيحسن، القلب. ده بنسميها التاثير الغير مباشر. اوكي. فلما ابتدى الدواء ده يتكتب، هو اتكتب في الاول في التجارب لمريض سكر من النوع الثاني، ابتدوا بقى يشوفوا مريض السكر ده السيناريو بتاعه هيمشي ازاي. فلقوا ان نسبه كبيره منهم ابتدى ينزل وزنهم ووصلت لارقام كبيره، 20%. 20% دي زيها مقاربه تقريبا للعمليات. فابتدت الناس يعني يجي لها ايه، تتشجع، انا ده حاجه اخده عشان كويسه. اخس. لما جم للعيانين اللي هم الكاتيجوري ده اللي هو عنده سكر من النوع الثاني ويبصوا، ما هو اكيد عنده كمان مشاكل للقلب، عنده ارتفاع في ضغط الدم، عنده ضعف في عضله القلب، عنده مشاكل في الشرايين. ابتدوا يبصوا، لقوا العيانين دول ابتدوا يتحسنوا، نسبه حدوث الوفاه الفجائيه قلت، نسبه حدوث ضعف عضله القلب قلت، نسبة نوبات آلام الصدر قلت. كل ده من فابتدوا الدواء؟ لا، هو في الأول من قص الوزن صح؟ دي، لا في حاجات مباشرة أمال بنقول لا ده من الدواء. ليه فايدة الدواء أو النوعية دي من الأدوية بتعمل إيه؟ أول حاجة لقوا إنها بتقلل من نسبة الدم اللي بتفضل بعد ضخ الدم، يعني ما معناه بتزود كفاءة عضلة القلب، بتحسن الضخ. لقوا إن الريسبتور أو مستقبلات هذا الدواء، سوري، مستقبلات هذا الهرمون اكتشفوا انها في خلايا القلب كمان. هو ما كانوش قاصدين انهم يلاقوها، هو لقى حاجه حصلت، لقى عيان اتحسن. طب اتحسن ازاي؟ تعالوا بقى نشوف هو اتحسن ازاي، ناخد الجروب ده ونعمله اناليسز بشكل احسن. لقوا ان اكتشفوا ان هذا المستقبلات للهرمون دي موجود في خلايا القلب كمان. طيب ايه فايدتها؟ اول حاجه لقوا ان هو بيزود حاجه اسمها نيتروك اوكسايد. النيتروك اوكسايد ده عنصر من العناصر اللي بتعمل توسع وتمدد في الشرايين، فبتخفض ضغط الدم. لقوا انها بتحسن من الكفاءه بتاعه الطبقه الداخليه للشرايين. ابتدت في الاول كانت ملاحظه في بحث، ابتدى يبني عليها. عشان كده دايما في دواء بيطلع لسبب ويتعالج لو جبته يتكتب لحاجة تانية خالص، ويبقى يتكتب لحاجة بريك ثرو تانية خالص لحاجة تانية بالظبط.